نقدم استوديو العاصمة من طلاب كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، من ضمن فريق أكبر اسمه فريق صوت العاصمة، اللي بينبثق منه استوديو العاصمة اللي هيتكلم النهاردة عن مونولوجات من الزمن الجميل، وفي نفس الوقت في كورال صوت العاصمة اللي هو بيقدم حاجات من التراث وحاجات من الأغاني الجديدة الموزعة بالإضافة لأغاني عالمية إن شاء الله، بالتعاون مع دار الأوبرا. الحقيقة الأستاذ الدكتور خالد داغر يعني متعاونين معاه النهاردة في تقديم هذا السبق اللي ما حصلش قبل كده، من ناحية تقديم مونولوجات كانت بتتقدم في أفلام الأبيض والأسود هتتقدم النهارده بشكل جديد من طلاب احد الجامعات المصريه. تدقيم المونولوج ده شيء كويس جدا، لان شبه المونولوج ده شبه انتهى. يعني زمان الاستاذ سرايا حلمي، الاستاذ محمود شكوك، والاستاذ اسماعيل ياسين كانوا بيعملوا مونولوج هادف، كان كل مونولوج فيهم رساله. فعوده للفن الاصيل وعوده للمونولوج الاصيل في المهرجان ان شاء الله. هي الفكره كلها بدات يعني مع دكتور محمد عبد القادر، هو اللي بدا ان هو عنده فكره ان احنا عايزين نعيد المونولوجات القديمه، وما شاء الله عندنا كلنا اصوات حلوه كتير، وعندنا يعني ثقافه حلوه، ان احنا كده كده الكليه بتوفر لنا ان احنا بنقدر نتعرف على الثقافات القديمه شويه. الفكره كانت حلوه، وبدانا ان احنا نعيد، ليه ما نعيدش المونولوجات دي تاني، مع انها فعلا كانت من ضمن الحاجات الحلوه المؤثره قوي في السينما المصريه القديمه. يعني هنقدم مونولوجات من الزمن القديم زي مثلا اسماعيل ياسين، شكوكو، الحاجات اللي الناس كلها بتحبها اصلا، اللي هي مفيش ناس دلوقتي بتعملها اصلا. يعني احنا هدفنا ان احنا نرجعها الفن القديم ده كله تاني للناس، اللي كل الناس اللي بتحبه اصلا. اهم ما يميز المونولوج المصري هو خفه الدم وانتقاء الكلام بتاع المونولوجات، خفه دم اسماعيل ياسين وخفه دم شكوكو، والروح الحلوه اللي بتبقى بين المغنيين زي مثلا شويكار وفؤاد المهندس، دي بتبقى حاجه حلوه في انتقاء الكلمات يعني، وطريقه الغنى واسلوبهم على اسلوبهم في الغنى عامل ازاي.